يقول السائل: أعمل في دائرة حكومية ووجه إلي لفت نظر من عملي بحجة أنني غير ملتزم في الدوام، وهذه حجة كاذبة. وجه إليه إيش؟ لفت نظر. ها؟ لفت نظر. نعم. بحجة أنه غير ملتزم في الدوام، وهذه الحجة كاذبة. ولكن عندما رفع للدائرة الرئيسية من مدير الدائرة لفت نظره مرة أخرى، فهل هذا ظلم وعدوان من المدير عليه؟ ما أدري هذا، ما ندري وش هذا كلام كنت، لكن هم ما ندري وش عندهم، ما نقدر نحكم نقول إنهم مخطئين وأنت المصيب، وحنا ما ندري وش حجتهم. نعم.